مرحبا، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو رح نبلش نشرح Chapter 3 من مادة الكمبيوتر Graphics. Chapter 3 رح ناخد فيه أو اسمه اللي هو Graphics Primitives. Primitives يعني معناها أساسيات. رح ندرس بهذا الشابتر كيف رح نرسم اللاين الخط، وكيف رح نرسم السيركل الدائرة، وشو الألغوريتم المتبعة في كل واحد منهم. رح نبلش بأول شيء اللاين دروينج. هلا علشان انت ترسم خط، اقل عدد من النقاط بتحتاجه لحتى ترسم خط هما نقطتين. رح يكونوا الستارتينج بوينت نقطة البداية، والاندينج بوينت نقطة النهاية. حلو. اذا نحن علشان نرسم خط نحتاجين نقطتين، نفترض هاي P1 الستارتينج بوينت، وP2 الاندينج بوينت. ونحن من خلال الالجوريثمز المتبعة في اللاين دروينج رح يكون هدفنا نطلع النقاط اللي بين هدول النقطتين. فلما نطلع النقاط اللي بين هدول النقطتين راح يتكون عندنا بالأخير خط. إذن we should have two points, starting point and ending point. هلأ قبل ما نبلش فيهم بس هيك نراجع سوا كم من معلومة. هلأ نفترض P1 هي X1 Y1، وP2 هي X2 Y2. الM slope هو دلتا واي على دلتا اكس، الفرق في واي على الفرق في اكس، y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. او اذا كان في عنا معادلة الخط اللي هي y تساوي mx زائد b، بتكون الm عبارة عن السلوب، والb هي عبارة عن الانترسبت او المقطع الصادي. طبعا اذا كانت المعادلة يعني مش مرتبة بنرتبها على هذا الشكل. تمام. اذا يا منطلع الميل من خلال اللي هو دلتا واي على دلتا اكس، او اذا كان عندنا معادله بيكون ايش اللي هو معامل اكس، الرقم اللي جنب اكس بيكون هو الميل او السلوب. هلا في عندنا تو الجوريثمز لرسم اللاين. اول واحد اللي هو الدي دي اي، الثاني اللي هو البريزنهامز. راح نبلش بالدي دي اي اللي هو الديجيتال ديفرنشال انالايزر. Digital Differential Analyzer أو DDA هذا طبعاً رح يكون في عنا كم من خطوة لحتى نحنا نبلش فيه. هلأ طبعاً شو الهدف منه؟ زي ما حكيت قبل، الهدف منه إني أطلع النقاط اللي بين Starting Point والEnding Point. نحنا رح نطلعهم. هلأ أول خطوة رح تكون إنه نحنا نحدد اتجاه الرسم، إذا كان Left to Right أو Right to Left. وكمان شوي بالمثال رح أفرجيكم كيف. الخطوة الثانية إنه نحسب السلوب M بالطريقة اللي حكيت لكم إياها قبل شوي. إذا الأولى إنه بنحدد اتجاه الرسم left to right أو right to left. الخطوة الثانية بنحسب السلوب. بعدين بناء على قيمة السلوب الM اللي طلعناه رح نيجي هذا الإشي اللي هون، بناء على قيمة M وبناء على الإشي طلعناه بالخطوة الأولى اللي هي left to right أو right to left. لنفترض إنه كان اتجاه الرسم left to right. منشوف أول إشي في عنا ثلاثة if statement بنمشي عليهم. أول إشي إذا كانت الـ absolute value للM، القيمة المطلقة للM، أقل من أو تساوي واحد، بيكون مقدار التغير في X بيساوي واحد، يعني كل X بدي أضيف لها واحد، وبيكون مقدار التغير في Y اللي هو قيمة الM. وركزوا هنا قيمة الM مش الـ absolute value للM. حلو. يعني مثلا هنا ايش القيم اللي نقدر ناخدها؟ ممكن واحد، ممكن نص، ممكن سالب نص. حلو. لانه القيمة المطلقة لا النص اقل من واحد، بس لما اجي هون بيكون مقدار التغير في y يساوي سالب نص، يعني القيمة المطلقة هاي بتكون بس عند الاف statement، بس هون اي اشي فيه m بتكون قيمة m. ضروري تركزوا على هاي. طيب الثانية، الاف ستيتمنت الثانية، إذا كانت القيمة المطلقة للام أكبر من واحد، بس شو؟ for positive m، لما تكون قيمة m positive، يعني مثلا هنا واحد ونص، مثلا اثنين positive طبعا. بهاي الحالة بيكون مقدار التغير في x يساوي واحد على m، ومقدار التغير في y يساوي واحد، يعني كل x راح تتغير بمقدار واحد على m، وكل y راح تتغير بمقدار واحد، يعني بدي أضيف لها واحد. طيب نيجي للثالثة. هلا الثالثة نفس هاي، بس شو بتختلف؟ for negative m، يعني إذا كانت القيمة المطلقة لm أكبر من واحد، for negative m، يعني تخيلوها سالب 2.5 أو سالب 2.
تمام. هلا القيمة المطلقة إلها أكبر من واحد بس for negative m، يعني لما أشوف مثلا سالب 2.5 باجي على هاي، باجي على هاي الحالة مش على هاي، لأنه هاي نيجاتيف. حلو، وهون بكون مقدار التغير في x سالب 1 على m، هون مقدار التغير في y سالب 1. يعني شوفوا هون 1 على m 1، هون سالب 1 على m سالب 1، يعني بس الإشارات هي اللي اختلفت. حلو، هون أخذنا left to right. طيب right to left، طبعا عشان انتم ما تتغلبوا بالحفظ، right to left إذا بتلاحظوا هون نفس ال if statements، يعني الشروط ما اختلفت. شو اللي اختلف عنا؟ مقدار التغير في x وفي y، بس هو ما اختلف كتير، هو فعليا بس اختلف بالإشارة. يعني إذا هون 1 وهون m، هون سالب 1 وهون سالب m. إذا هون 1 على m وهون 1، هون سالب 1 على m وهون سالب 1. فشو اللي اختلف؟ بس إنه ضربنا هون بسالب. حلو، فأنتوا بس احفظوا left to right، بعدين ال right to left بس إنه أنت بتضرب القيم بسالب عشان تسهل على حالك الحفظ. خلينا نحل هلأ مثالين عشان تتوضح الفكرة أكتر. given the end points 0.0 و 8.6 of a line، find the line points that will be produced using DDA. أعطاني the starting point والending point وطلب مني شو هم ال points اللي بينات هدول النقطتين using DDA. حكينا شو الخطوة الأولى، بحدد الرسمة إذا هي left to right أو right to left. بعمل عندي هيك رسمة صغيرة، بحدد ال P1 هي 0.0 صح؟ ال P2 إيش هي؟ 8.6، هاي P2. بعمل هيك خط بين P1 ل P2، حركتي كيف كانت؟ left to right. إذا حركتي كيف كانت لما مشيت من P1 ل P2؟ كانت left to right. حلو، إذا أول إشي حددنا إنه هي left to right. طيب حكينا شو تاني خطوة؟ بدنا نطلع السلوب. السلوب اللي هو فرق بالواي على الفرق بالاكس، يعني 6-0 على 8-0 ساوي 6 على 8، تطلع عنا 75%. طيب طلعنا قيمة الام، بروح هون برجع هون، قيمة الام طلعت معي قديش؟ 75%، ولفت تو رايت بتطلع يعني هون بس، وقيمتها 75%. أي حالة من هدول اللي هي الأولى، إنه القيمة المطلقة إلها أقل من أو بتساوي 1. إذا دلتا إكس تساوي 1 ودلتا واي تساوي إيه. باجي هون بكتب عندي إنه دلتا إكس بتساوي 1 ودلتا واي تساوي إم. إيش هي الإم؟ لي فاصلة 75. باجي على هذا الجدول. هلأ هذا الجدول أول إشي ببلش فيه اللي هو الستارتينج بوينت، يعني إحنا الهدف إني بدي أبلش من الستارتينج بوينت وأخلص أو أخلص لحد الإندينج بوينت. ببلش 0.0 اللي هي هيها P1 0.0، رح أبلش فيها. بعدين رح أشوف هون دلتا إكس بتساوي 1 ودلتا واي تساوي 75. إذن كل إكس بدي أزيد لها 1 وكل واي بدي أزيد لها 75. حلو، رح أزيد هون رح تصير 2، وهاي بدي أزيد لها 75 رح تصير 1.5، رح تصير هون 3، عم بزيد 1 عند الإكس وعند الواي عم بزيد 75، صارت هون 2.25. طيب هون صارت 4، هون صارت 3، هون زدنا 1 صارت 5، هون زدنا 75% صارت 3.75، هون زدنا 1 صارت 6، صارت هون عندي 4.5، صارت هون 7، لما زدنا 1 زدنا للأربعة ونص 75%، بتصير 5.25. هون زدنا 1 للإكس صارت 8، هون صارت 6. هون منوقف، ليش وقفنا؟ لأنه هاي هي الإندينج بوينت، ونحن هاد هدفنا، هدفنا إنه نوصل من الستارتينج بوينت، ستارتينج بوينت لا الاندينج بوينت. طبعا هون هاي القيم اللي بتطلع معاي عشرية بعمل لها راوندينج، اي قيمة بتطلع معاي عشرية بعمل لها راوندينج، هاي بتصير 1، هاي بتصير 1، هاي 2 3 4 5 5 6. حلو، اذا هون نحنا
عملنا الاشي المطلوب بالسؤال، طلب مني find the line points that will be produced. هذول هم النقاط اللي هي x مع الراوند y اذا ناخدها يعني معمول لها rounding. حلو، هلا هذول النقاط لو انتوا اجيتوا هون على الاحداثيات ورسمتوا هذول النقاط، عملتوا لها يعني عملتوا plot ل x وراوند y، لو عملتوا لهم انتوا يعني حطيتوهم ووصلتوا بيناتهم رح يكون اشبه بالخط. جربوها انتوا رح يكون يعني مثل خط، وهذا هو المطلوب، يعني هذا هو المطلوب من السؤال. هلا شو ممكن تنسأل انت بالدي دي اي؟ يا انه رح يحكي لك اعطيني النقاط زي ما هو مطلوب بهذا السؤال. في سؤال ممكن يقول لك مثلا شو هو the change in x؟ شو يعني the change in x؟ change in x معناها دلتا x، وthe change in y معناها دلتا y. حلو، فجملة the change in x يعني دلتا x، ودلتا x اصلا احنا كيف طلعناها؟ بناء انه حددنا اذا left to right او right to left، بعدين طلعنا السلوب، وبناء على السلوب رحنا على الاف statements وشفنا شو هي اللي بتزبط عليها. طلع معنا ان دلتا x بتساوي 1 ودلتا y بتساوي 75%. او ممكن مثلا تنسأل انه مثلا شو هي الواي المقابلة لإكس اللي هي 2 مثلا، فبتعطيه قيمة واي اللي هي مثلا راوند الراوند انه 1. عرفتوا علي كيف؟ حلو، هاد بالنسبة لهذا السؤال. في سؤال تاني علشان نفهم الحالات التانية، يعني ان شاء الله يكون انه شامل. هلا السؤال هذا نفس السؤال اللي قبل، بس في عنا نقاط تانية. حلو، شو أول خطوة؟ أحدد إذا left to right أو إذا right to left. باجي هون بعمل هيك رسمة صغيرة، برسم النقاط. أول واحدة 2 سالب 5، هي 2 سالب 5. تاني واحدة سالب 2 4، من P1 لP2. هاي رسمة هيك يعني إنه عشوائية بس عشان نعرف الاتجاه الرسم كيف. هاي P1 هاي P2، طلعنا هيك، إذن هي right to left. مدام حركة الرسم كانت هيك فهي right to left، طلعنا هيك، إذن right to left. طيب هاي أول خطوة. تاني خطوة إيش حكينا؟ بدنا نطلع السلوب الام اللي هو التغير في y أو دلتا y على دلتا x. إذا بتعمل هون يعني 4 زائد 5 على سالب 2 ناقص 2، بتطلع عنا سالب 2.25. هاي هي الام، سالب 2.25. بروح على هون طلعت سالب 2.25 و right to left. اذا وين رح اطلع؟ رح اطلع هون مدامها right to left. اول اف statement لا ما بتزبط، هي سالب 2.25. تاني واحدة لا، لانه بيقول لي positive m، هون النيجاتيف، اذا هون القيمة المطلقة للام اللي هي طلعت معنا سالب 2.25، القيمة المطلقة لها 2.25 اكبر من 1 وفور نيجاتيف m. اذا هاي صح، بتكون دلتا x 1 على m ودلتا y 1. نرجع، دلتا x 1 على m تساوي 1 على m. شو هي الام؟ سالب 2.25. اذا حسبتوها على الكالكوليتر رح تطلع معكم 0.4. هاي بالنسبه لدلتا x، ودلتا y رح تكون 1. سوري، هنا ماينس، هون دلتا x 1 على سالب 2.25، بتطلع سالب 4/10. نيجي هون رح نبلش زي ما حكينا بالستارتينج بوينت. شو هي الستارتينج بوينت؟ 2 سالب 5. 2 سالب 5، ومتى رح نوقف؟ لما نوصل الاندينج بوينت اللي هي سالب 2.4. هلأ كل x بدي اطرح منها 4/10، تمام؟ بدي اطرح منها 4/10 لانه هون في عندي سالب، تمام. إذا طرحت هون 4/10 رح تكون 1.6. طيب وكل واي بدي أضيف لها 1، كل واي بدي أضيف لها 1 لأن هون موجب 1، فرح تصير هذه سالب 4. إذا رجعت طرحت هون 4/10 رح تكون 1.2، وهون زدت 1 سالب 3. نكمل، رح تكون هون 8 سالب 2.4 سالب 1، 0 0 سالب، هون تطلع، هون زدنا 1 رح تكون 1، هون رح تصير هيك، هاي 2 سالب 1.2 وهاي 3، وهاي
سالب 1.6.4، اي قصدي هون عند الواي بتصير 4. بدي اعمل راوند للاكس لانه قيم اكس عشريه. عملنا بدنا نعمل راوند للاكس، هون 2 هون 2 هون 1 هون 1 0 0 0 سالب 1 سالب 1 سالب 2. اذا وصلنا للاندينج بوينت. الاندينج بوينت عندي ايش؟ سالب 2 4، هي سالب 2 وهي 4. وصلنا للاندينج بوينت، خلص وقفنا. اذا نحن عملنا المطلوب من السؤال، طلعنا النقاط اللي هي يعني النقاط اللي نتجت عن تطبيق دي دي بين الستارتينج بوينت هاي والاندينج بوينت هاي. وقفنا هنا. هلا في هون سؤال the change in x، شو يعني حكينا the change in x؟ اللي هي دلتا x، هون طلعت عنا سالب 0.4 هيها. و the change in y اللي هي دلتا y تساوي موجب 1. اذا هون انا اللي بدي تركزوا عليه وما يخربطكم، انه نحنا هون طلع معانا السلوب سالب، السلوب طلع عنا سالب 2.5. لما رحنا على الاف ستيتمنت، الاف ستيتمنت رحنا على ايش؟ اللي هي فور نيجاتيف ام، تمام. لما اجينا هون ما اخذنا الابسولوت فاليو، لا عوضنا الام زي ما هي، يعني طلع معانا دلتا اكس هي 1 على ام، وواحد على ام شو هي؟ سالب 2.5، فطلع معانا سالب 4 بالعشرة. فالدلتا اكس رح تكون ايش؟ انه حننقص من كل اكس 4 بالعشرة، بس الدلتا واي هي اصلا اوريدي موجب 1، فرح تضيف 1. وصلنا للاندينج بوينت وعملنا المطلوب من السؤال. ان شاء الله تكون الفكرة واضحة، وهيك بنكون خلصنا الـ DDA.